وزير الدفاع اللبناني يؤكد سلامته بعد تعرضه لحادثة اغتيال وسط العاصمة اللبنانية بيروت، والحادثة تأتي بالتزامن مع حالة انفلات أمني تشهدها البلاد إثر اشتباكات مسلحة بين فصائل خارجة عن القانون. ودول الخليج تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان إثر حالة الانهيار الأمني. أهلا بكم. تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا وسط العاصمة بيروت، وأكد وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال لوسائل الإعلام اللبنانية أكد حالته الصحية الجيدة، معلنا إصابة سيارته الشخصية بطلق ناري في زجاجها الخلفي، وتظهر صور متداولة اختراق أعيرة نارية لسيارة وزير الدفاع اللبناني وبجوارها عدد من المسلحين، ولم تعلن أي جهة عن تبني عملية الهجوم، كما لم تتطرق الحكومة اللبنانية بأي تصريح عن الجهة المنفذة للهجوم. وفي ذات السياق أعلن الجيش اللبناني سقوط قتيلين بسبب خلاف عن قلاب شاحنة كانت تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة بجبل لبنان، حيث أكد الجيش حدوث اشتباكات بين الأهالي وعناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني المسؤولين عن الشاحنة المسلحة، حيث أكد الحزب في بيان له ملكية الشاحنة القادمة من البقاع اللبنانية أماكن انتشار ميليشيات الحزب التابع للنظام الإيراني، كما اتهم الحزب عناصر مسلحة من أبناء المنطقة بإطلاق النار على عناصره، مشيرا إلى مقتل أحد عناصره نتيجة الاشتباك. وأكد الجيش اللبناني في بيان له تطويق المنطقة التي تحوي الشاحنة، موضحا نقلها إلى أحد المراكز العسكرية لمباشرة أعمال التحقيق. وتشهد لبنان توترات عسكرية بين فصائل مسلحة وحالة انفلات أمني، كما تحتفظ الميليشيات الإيرانية في لبنان بكميات كبيرة من الأسلحة خارج إطار سلطة الدولة. وعلى إثر ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يعد حاكم مصرف لبنان السابق ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ضد المواطنين والأشخاص المحظورين، ويخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي اللبناني مع بعض أفراد عائلته. وبحسب الانتربول الدولي يعد رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، ويأتي هذا في وقت تعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة انعكست على حياة المواطنين. وضمن حالة الانفلات الأمني المتراكم في لبنان، أعلنت الدول الخليجية في وقت سابق تحذير رعاياها من حالة الانفلات الأمني في لبنان، كما طلبت من مواطنيها مغادرة لبنان إثر الاشتباكات المسلحة بين عدد من الفصائل، حيث حذرت السفارة السعودية مواطنيها من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية. وفي ذات السياق دعت دولة الإمارات مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان حفاظا على سلامتهم إثر حالة الانفلات الأمني والنزاعات المسلحة. وفي ذات السياق طلبت كل من البحرين وقطر والكويت وعمان من مواطنيها توخي الحذر والتقيد بالإجراءات الأمنية اللازمة والابتعاد عن المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة واتباع الإرشادات الأمنية الصادرة عن جهات الاختصاص. المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا مرئي لمناقشة التطورات العسكرية والاقتصادية والخدمية في البلاد، والرئيس العليمي يلتقي عددا من المسؤولين الدوليين، والمبعوث الأممي لليمن يعلن ختام زيارته للعاصمة الرياض. استعرض مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع له برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي الجهود الأمنية والعسكرية لردع الاعتداءات الحوثية ومكافحة الإرهاب في ظل التخادم الصريح بينهما. وأعرب المجلس في اجتماعه عبر الاتصال المرئي والذي غاب عنه اللواء البحسني وحضره رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، أعرب عن تعازيه لأسر ضحايا العمليات الإجرامية
والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد قائد الحزام الأمني بمحافظة أبيان العميد عبد اللطيف السيد وعدد من مرافقيه، فيما استعرض المجلس اتفاقية الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، حيث ألزم المجلس الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود الاتفاقية ووضع الآليات المزمنة لها وتقديم إحاطات نصف شهرية عن مستوى التنفيذ والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة بالتعاون مع الجهات المعنية والحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين. كما اطلع المجلس على الموقف الاقتصادي والخدمي الراهن في العاصمة عدن والمحافظات المحررة والإجراءات المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع. وفي ختام الاجتماع أكد المجلس ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتضمنة إلزام قيادات الدولة من الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والأجهزة التنفيذية بالتواجد في مقرات أعمالهم خلال الفترة المحددة بالتعميم الرئاسي واتخاذ ما يلزم بحق المخالفين. وكان في وقت سابق قد التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وتطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع في البلاد والاتصالات الإقليمية والدولية لاستئناف العملية السياسية، وأكد التدخلات الأمريكية الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات. وفي اللقاء أشار الرئيس العليمي إلى دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية وإسهاماتهم الفاعلة في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية. وفي لقاء آخر بحث الرئيس العليمي مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن السيد كازوهيرو الضغوط الدولية المطلوبة لتعزيز فرص السلام في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية. وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخلات اليابانية في مجالات البنى التحتية وإعادة الإعمار بما في ذلك تأهيل مدن الموانئ، معربا عن أمله في أن تشهد هذه التدخلات تطورا نوعيا خصوصا في المجالات التعليمية والخدمية التي عززتها اليابان على مدى العقود الماضية. وذكر مراقبون بأن لقاءات الرئيس العليمي لم يتطرق خلالها إلى الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية في الجبهات الحدودية مع محافظات الجنوب في ظل صمت مطبق من قبل القوات اليمنية دون التحرك للضغط نحو تحرير المناطق الخاضعة لتلك الميليشيات. وفي العاصمة الرياض أيضا جرى بحث أوجه التعاون المشترك بين بلادنا وجمهورية مصر العربية على الصعيدين الأمني والعسكري، وأضم اللقاء عضو مجلس الرئاسي سلطان العرادة والملحق العسكري في السفارة المصرية لدى بلادنا العميد الركن سامر شعبان. وناقش اللقاء العلاقات والتاريخ التي تربط البلدين وكذا المصير المشترك في مواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر الأمنية نتيجة تنامي الدور التخريبي للنظام الإيراني وأذرعه الإرهابية ميليشيا الحوثي المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى أنه لا يزال لمصر دورا محوريا حاسما في حل الأزمة في اليمن ومساندة الشعب والوقوف إلى جانبهم وكذا التزامها بموقفها الثابت والداعم لضمان أمن واستقرار البلاد. وضمن زيارته للرياض ناقش السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن في لقاء له في العاصمة الرياض تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن في ظل التعنت الحوثي. ووقف السفير الأمريكي أمام التصرفات الأخيرة والخطيرة للميليشيات الحوثية من خلال الاعتداءات المتكررة للحوثيين وعملية التحشيد التي تقوم بها، كما بحث اللقاء ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا حقيقية على الميليشيات الحوثية وإجبارها على المضي في طريق السلام، فيما تطرق اللقاء إلى المواقف الأمريكية الداعمة وكذا دور الأمم المتحدة في عملية تفريغ ناقلة النفط صافر وتجنيب البلاد والمنطقة كارثة بيئية خطيرة إلى جانب الدعم السعودي الاقتصادي الأخير. وفي ختام اللقاء جدد السفير الأمريكي موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم ومواصلة مساعي تحقيق السلام وإنهاء الحرب. وفي صدد جهود تحقيق السلام
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السيد هانس عن اختتام زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض التي استغرقت يومين. وخلال زيارته التقى هانس رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعدد من أعضاء المجلس، وناقش معهم جهود الوساطة الجارية للاتفاق على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية، تنفيذ وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، واستئناف عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة. كما التقى المبعوث الأممي رئيس حكومة المناصفة ووزير الخارجية، وأشدد على الحاجة إلى معالجة الأولويات العاجلة لإطلاق العملية السياسية. كما شملت الزيارة لقاءه السفير السعودي لليمن، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين المعنيين الإقليميين والدوليين لدعم تقدم اليمن نحو حل سياسي. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا: المجلس الانتقالي الجنوبي ينعي استشهاد القائد عبد اللطيف السيد وعدد من مرافقيه. السلطة المحلية بحضرموت توجه باعتماد ودراسة مشروعي تعميق مدخل وحوض ميناء الشحر وتطوير هيئة بن سينا بالمكلا. المبعوث السويدي يصل سيئون في إطار المساعي الدولية لجهود السلام. أهلا بكم من جديد. نعى المجلس الانتقالي الجنوبي استشهاد القائد عبد اللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبيان وعدد من مرافقيه الذين قضوا نحبهم بعملية إرهابية في مديرية موديا بمحافظة أبيان. وأعلن تنظيم القاعدة الإرهابي تبنيه للعملية التي استهدفت القائد السيد ورفاقه وهم يؤدون مهامهم الوطنية في تطهير محافظة أبيان من التنظيمات الإرهابية. وأكد المجلس الانتقالي في بيان النعي على الاستمرار في مواجهة التنظيمات الإرهابية مهما كانت التضحيات حتى تجفيف منابعه في الجنوب. كما تقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأسر جميع الشهداء الذين قضوا نحبهم في هذه العملية الغادرة، سائلين المولى تعالى أن يتقبلهم وجميع شهداء الجنوب بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى. ومنذ انطلاق حملة سيوف حوس عملياتها الميدانية في ملاحقة ومطاردة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وفي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتمكنت قواتنا وفي طليعتها قوات الحزام الأمني وبكل قوة وكفاءة واحترافية من تطهير أودية ومناطق وسلاسل جبلية عدة أبرزها وادي الرفض ووادي جنن. وأثناء أداء هذه المهام في معركتنا وحربنا المصيرية على الإرهاب وعناصره وخلاياه وتنظيماته، نال القائد البطل المغوار العميد عبد اللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبيان شرف الشهادة وهو يقود معركتنا المصيرية والوجودية في مسرح عملية سهام الشرق. بحث وزير النقل الدكتور عبد السلام حميدة مع رئيس القسم السياسي لمكتب المبعوث الأممي السيدة روكسانا أوجه التعاون المشترك بين الحكومة وهيئات منظمة الأمم المتحدة،
وتطرق اللقاء إلى الإجراءات التعسفية للحوثيين في تجميد أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية ومنع دخول البضائع المستوردة من موانئ ومنافذ المناطق المحررة إلى الأسواق بمناطق سيطرتهم وتشديد الخناق على المستوردين ومنعهم من الاستيراد من الموانئ المحررة وكذا عدم فتح الطرقات لتدفق الحركة التجارية بين المناطق وتنقل المواطنين. كما استعرض اللقاء التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية المترتبة على استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية ورفضها الالتزام بالهدنة الإنسانية وجهود السلام التي يقودها التحالف العربي والمجتمع الدولي. وقع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس عقد مشروع التدخل الطارئ لإصلاح أضرار السيول في الجسور السطحية لطريق أمعين مودي المحفد المرحلة الثانية بمحافظة أبيان، وجرى خلال توقيع العقد مع الجهة المنفذة الاتفاق على تحديد موعد استلام المشروع للبدء بتنفيذه. وأشار المهندس الماس إلى ضرورة الالتزام ببنود العقد والعمل على إجراء التدخل الطارئ لمعالجة الأضرار التي أصابت جسر الطريق بحسب المعايير الدولية المتعارف عليها، موضحا بأن طريق أمعين المحفد قد شهد مرحلته الثانية من الإصلاحات الطارئة لجسوره السطحية المعلقة التي تضررت نتيجة تدفق سيول الأمطار في المنطقة خلال شهر مارس المنصرم. وجهت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت باعتماد مشروع تعميق مدخل وحوض ميناء الاصطياد السمكي بالشحر بعد استيفاء الجوانب الفنية والقانونية. وناقش محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي مع الوكيل الفني للمحافظة المهندس أمين بارزيق الدراسات الخاصة بالمشروع الذي سيسهم في تسهيل عملية دخول القوارب الكبيرة وتصفية حوض الميناء من الرواسب وحركة السفن، ما سيساعد في تشغيل الميناء ورفع وتيرة التنمية في مديرية الشحر. كما وجهت السلطة المحلية بحضرموت بإعداد دراسة شاملة لتحسين وتطوير هيئة مستشفى ابن سينا المركزي بالمكلا والاستعانة بالكفاءات المختصة لتحسين الهيئة وتطوير الخدمات الطبية فيها. رعى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي مراسم التوقيع على اتفاقية رعاية منح الطلاب الدارسين في مجلس الاختصاصات الطبية فرع المكلا، وتقضي الاتفاقية بمساهمة مؤسسة نهد التنموية في رعاية 27 طبيبا وطبيبة بتقديم الرسوم الدراسية لهم في الزمالة اليمنية لمدة 5 سنوات في 8 تخصصات بقيمة 40,500,000 ريال. كما جرى في اللقاء تقديم عرض للدراسة المسحية الميدانية التي أعدتها مؤسسة نهد لتجسير الفجوة بين التخصصات العلمية واحتياجات قطاعات العمل في حضرموت، وتهدف إلى تحديد التخصصات العلمية المطلوبة للمحافظة وفقا لاحتياجات المجتمع المتجددة لتحقيق موائمة بين مخرجات الجهات التعليمية بمختلف درجاتها العلمية مع متطلبات قطاع العمل. عقد لقاء بمدينة المكلا ضم مدير عام أمن ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي رائد لرضي لمناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الرئيسة التي تصب في مصلحة التكامل العملي وضرورة سرعة البت في قضايا المواطنين وأهمية الحفاظ على العلاقة المتينة بين الأمن العام والنيابات، وكذا سبل تعزيز العمل من خلال عقد اللقاءات المستمرة التي تفضي إلى تطبيق القانون تجاه السجناء والمحتجزين. وفي اللقاء أكد العميد المنهالي على العلاقة التكاملية بين الجانبين المؤدية إلى حل الكثير من القضايا بما يسهم في تحسين مستوى العمل. التقت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت المبعوث السويدي الخاص لليمن السيد بيتر والمبعوث الخاص من الوكالة الحكومية السويدية للسلام والأمن والتنمية السيدة باربرو. وأوضح المبعوث السويدي عقب وصوله مطار سيئون الدولي أن تكرار زيارته لمحافظة حضرموت يأتي في إطار مساعيه للقاء بكافة المكونات السياسية والشخصيات العسكرية والعامة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لما تملكه حضرموت من ثقل سياسي واقتصادي وثقافي وما تمثله من تأثير كبير في معادلة الحل الشامل في اليمن. المكتبة السلطانية بمدينة المكلا صرح تاريخي عريق مهدد بالإغلاق في ظل التطور التكنولوجي الذي سهل الحصول على الكتب، فالمكتبة العتيقة بحاجة إلى إعادة الترميم لاستيعاب المزيد من الكتب المهداة لها وتعزيز دعمها الحكومي للحفاظ على أحد رموز المدينة العريقة.
مكتبة عريقة حوت بين رفوفها نخبة من كتب علمية تاريخية وأخرى حديثة تقع بمحاذاة مسجد جامع السلطان عمر بالمكلا. أسسها السلطان صالح بن غالب بن عوض القعيطي من العام 1941 ميلادية كأول مكتبة عامة على مستوى الجزيرة العربية، ومنذ ذلك الحين أصبحت مقصدا للزوار من أدباء ومفكرين ومهتمين بالقراءة. مع بداية المعرفة والحركة الثقافية والسياسية في المكلا، وبناية هذا الموقع المسجد، وبنى في عهد السلطان صالح لما استلم الحكم. طبعا السلطان صالح عالم ورجل فقيه، أرتى أن يؤسس مكتبة عامة كبيرة تكون لها رواد وجهاء وللسعة القراء اللي كانوا متواجدين في المنطقة. أسست هذه المكتبة عام 1941 كأول مكتبة عامة على مستوى شبه الجزيرة العربية، وزودها السلطان صالح بن غالب القعيطي رحمة الله عليه بكافة مكتبته الخاصة اللي موجودة عنده في القصر، نقلها إلى هذا الموقع. التطور التكنولوجي الذي سهل وصول الكتب للقراء والمهتمين عاد بنتائجه السلبية على عزوف القراء عن الذهاب إلى المكتبة، وقل روادها ليقتصر نشاطها كمرجع تاريخي يعود لها طلاب الدراسات العليا والباحثين للتزود بالكتب التاريخية التي لا تتوفر في الشبكة العنكبوتية، حيث سعى القائمون على المكتبة لجعلها إلكترونية، لكن ضعف الإمكانيات حال دون ذلك. في السنوات الأخيرة تم العزوف من قبل، لأنه تغيرت المفاهيم وابتدى التطور التكنولوجي يدخل إلى البلاد، وانتقلت الناس من الكتاب إلى الإنترنت الذي أخذ عضوية المكتبة والشباب الجيل كامل من المكتبة، وأصبحت المكتبة لك مرجع تاريخي يعود إليها من يريد أن يبحث عن تخصص علمي أو بحث علمي أو كتابة كتاب يرجع للمكتبة. الأستاذ محمد الحامد من المواظبين على العمل في المكتبة على الرغم من قلة الدعم المادي وعدم اهتمام الجهات المسؤولة، ناهيك عن الحاجة لرفع سقف دعمها ومخصصات العاملين فيها، ما يعرض هذا الإرث التاريخي للإغلاق، فهي بحاجة إلى إعادة الترميم لاستيعاب مجموعة الكتب المهداة من جامعة الدول العربية والتي لم تجد لها مكانا فظلت حبيسة صناديقها. نسعى نحن جاهدين أن تكفل السلطة المحلية أو الجهات كثيرة جات بتقدم الدعم، ولكن إلى الآن نحن منتظرين الأخبار من هذه الجهات والسلطة المحلية في التحديث والتطوير للمكتبة وتوفير السعة المخزنية المعروضة للكتاب، لأننا عندنا كتب كثيرة محتاجة للعرض. المكتبة السلطانية أحد الشواهد التاريخية على حقبة التنوير والتثقيف بمدينة المكلا في أربعينيات القرن الماضي، وعلى الجهات ذات العلاقة الحفاظ عليها وتوفير كل ما يلزم لها ليبقى شعاع نورها والضاءً على مر الأزمان. لقناة المكلا فيصل الجابري. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المجلس الانتقالي الجنوبي ينعي استشهاد القائد عبد اللطيف السيد وعدد من مرافقيه. السلطة المحلية بحضرموت توجه باعتماد ودراسة مشروعي تعميق مدخل وحوض ميناء الشحر وتطوير هيئة بن سينا بالمكلا. المبعوث السويدي يصل سيئون في إطار المساعي الدولية لجهود السلامة. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.